وللحديث أكثر حول تطورات الأوضاع في المنطقة ينضم معنا أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي من بغداد. أهلا ومرحبا بك أستاذ عصام. بالبداية، رئيس الحكومة العراقية يعني اليوم يجري جولة إقليمية تهدف في المقام الأول لإنهاء القصف على غزة، فبرأيك هل ستنجح تلك الجهود والمهام المماثلة لها في احتواء هذه الأزمة؟ نعم، في البداية تحية لك سيدتي ولكل المتابعين الكرام. أنا أعتقد العراق يمثل مرتكز مهم في طبيعة أقول الخارطة الإقليمية، وبالتالي هو يحتفظ بعلاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، مع إيران، مع دول الخليج العربي، وبالتالي حينما نأتي نفكك هذه المنظومة المتقاطعة والمتوازية فيما بينها نجد أن الكل يطلب من العراق. التغريدة الأخيرة للمرشد الأعلى في إيران طلب من العراق في الضغط على أمريكا وإسرائيل، مع العلم أن العراق لا يمتلك علاقات مع إسرائيل في هذا الموضوع، ولكن كما تعلمون أن هنالك أكثر من طرف لا يريد أن تمتد شظى هذه الحرب ولهيبها إلى مناطق أخرى، بالتالي تستعر المنطقة. إضافة إلى كل هذا، أنا أعتقد جزء أساسي من عملية جولة رئيس الوزراء باتجاه المنطقة، وحتى استقباله لوزير الخارجية الأمريكي يوم أمس، يؤكد بأن العراق يقف بالمنتصف في الطريق وأن يكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة. ودعونا نتذكر حتى في مؤتمر القمة الأخير الذي جرى في القاهرة، طرح العراق فكرة مؤداها هي فكرة عملية أكثر مما تكون هي عاطفية أو ثورية، مع الرغم من شدة خطاب رئيس الوزراء تجاه إسرائيل، لكنه طرح فكرة بضرورة تقديم المساعدات الإنسانية، وهو كان السباق في طرح هذه الفكرة. نعم. واليوم كانت هنالك دعوات لانطلاق مساعدات كبيرة باتجاه غزة في هذا الموضوع. كذلك العراق يدرك تماما أن مفتاح الحل للقضية الفلسطينية هو موجود لدى عدة دول خليجية، وبالتحديد هنا أتحدث عن قطر التي تستضيف قيادات حماس، وهي الآن ترعى مفاوضات غير معلنة، سواء كان بصورة غير مباشرة ما بين حماس وإسرائيل عبر وسطاء في مقدمة الولايات المتحدة الأمريكية. نعم أستاذ عصام، كيف تقرؤون اليوم ربط السوداني ما بين إيقاف الحرب في غزة ووقف التصعيد في المنطقة؟ نعم، أنا أعتقد أولا المنطقة كلها اليوم في حالة قلق وجودي في هذا الموضوع، كذلك هي ربما تكاد تكون رؤية استراتيجية. ودعونا نتذكر كثير من مراكز الأبحاث حتى في أحاديث كبار المسؤولين الأمريكان اليوم يدركون تماما، يقولون ما نصه أن المفاوضات النووية قد توقفت. بمعنى هذا السيد السوداني ينظر أن جزء من عملية الحل في المنطقة يجب أن يكون هنالك اتساع، أو دعيني أقول دخول دوائر مؤثرة. هنا أتحدث عن إيران، وكلنا يعلم تماما طبيعة التأثير الإيراني لدى أكثر من مفصل، سواء كان من بحماس، الفصائل المسلحة العراقية، حزب الله. ونحن حينما نتحدث عن هذه الجهات بالتحديد هي جزء لا يتجزأ من عملية المواجهة، سواء كانت المستقبلية أو الفصائل الظل التي لم تعلن في هذا الاتجاه موضوعة مشاركتها. ودعونا نذكر أن كثير من قوى الإطار التنسيقي أيضا المعتدلة لا تريد للعراق أن يكون جزءا من الحرب بقدر ما يكون جزء من خارطة السلام والمعالجة في المنطقة. طيب إذا اليوم يعني مع استمرار قصف الفصائل العراقية المسلحة للمصالح الأمريكية، ما هي الخيارات المتاحة أمام الحكومة العراقية؟ يعني أنا أعتقد خطاب رئيس الوزراء الذي كان يوم أمس كان واضحا، وقال مصلحة العراق يجب أن تتقدم على كل المصالح. بمعنى هذا هو رسالة لجميع الأطراف أننا اليوم في حاجة لكي نخلق وضعا آمنا مستقرا، في ظل أقولها بكل صراحة هنالك صراع الإرادات بين أكثر من جهة، كذلك هنالك إشكالية لدينا هو موضوع تأمين، لا أقول حياة حرة كريمة 100% بمعدل 90%، كذلك ارتباط العراق بعلاقات واتفاقيات اقتصادية وأمنية وعسكرية مع الولايات المتحدة، لديه ارتدادات في علاقات العراق مع دول أخرى،
ولذلك هذا التصعيد وفق وجهة نظر رئيس الوزراء أقول، وحتى قوى الاعتدال وحتى كثير من الفصائل الموجودة في المشهد السياسي لا تريد هذا التصعيد، لأن تداعياته سيؤدي إلى أتون أو خلق أزمة كبيرة تفضي إلى أزمة أكبر، وبالتالي تنعكس على الوضع العراقي الاقتصادي ومن الناحية الدبلوماسية على وضعه الإقليمي والدولي الذي حذر منه وزير الخارجية الأمريكي يوم أمس. كذلك أن العراق أساسا مرتبط باتفاقية فيينا الخاصة بموضوع تنظيم العلاقات الدبلوماسية بينه وبين كل الدول، وكذلك الإدارة الأمريكية تقول أن ما موجود من مستشارين في العراق بشهادة الحكومة العراقية هم ليسوا قوات أمريكية، وبالتالي هم أتوا بناء على رغبة الحكومة العراقية التي تريد أن تقدم المشورة والاستشارة في موضوعة الطائرات F-16 والدبابات إبرامز وموضوعة إعداد القطاعات العسكرية في الجهد الأمني والاستخباري. نعم أستاذ عصام، يعني تعقيبا على ما ذكرت من ناحية توسع نطاق هذا الصراع، هناك تصريح لوزير الخارجية الإيراني بأن توسع نطاق الصراع أمر لا مفر منه بسبب الدعم اللامحدود الأمريكي لإسرائيل، فبرأيك هل ستتدخل إيران فعليا بالحرب أم سيبقى تدخلها في إطار الوكلاء في المنطقة؟ يعني أولا خلينا نكون دقيقين، طبيعة إيران وقدرة تعاطيها على كثير من الملفات الدولية هي أساسا لديها غرف صناعة قرار، وبالتالي لا تتعامل على أساس الانفعال العاطفي أو رد الفعل، هي أولى أولويتها أن تضع ماذا بعد هذا، وبالتالي حتمية المواجهة التي قد يعتقد البعض تجري ما بين إيران وأمريكا ربما يكاد يكون في هذا الموضوع، بمعنى هذا هي بداية حرب عالمية ثالثة إن لم تكن حرب عالمية ثالثة، لأن الموضوع لا يقتصر حول موضوع الأساليب العسكرية التقليدية ولا الأساليب الأمنية. اليوم هنالك ما يعرف بالحرب السبرانية، كذلك اليوم حتى إسرائيل أعلنت عبر كثير من مؤسساتها وحذرت موضوع اختراق الأمن السبراني لها، لأن بعض المصادر تقول أن كتائب حزب الله نجحت في اختراق الكاميرات الداخلية في إسرائيل. ونحن حينما نقول الحرب السبرانية لا نقصد فقط إيران وكتائب حزب الله، دعونا نتذكر أن هنالك خصوم للولايات المتحدة الأمريكية سواء كانت روسيا أو غيرها، فبالتأكيد قد تكون هي القوة المحركة الخفية في المعركة ما بين هذه الأطراف أمام تهديدات أخرى أنا أقول قد تدخل في لحظة الحسم في أوقات المفاجأة. ولذلك موضوعات كل دائما هنالك طرح متعدد فيما يخص طبيعة أي أزمة ونتائجها المستقبلية. نعم اسمح لي في سؤال آخر أستاذ عصام، يعني في تداعيات الربح والخسارة دائما في الصراعات والمعارك والحروب هناك رابح وخاسر، تحديدا أسأل من الرابح والخاسر إقليميا ودوليا في هذا الصراع عدا عن يعني الربح والخسارة في هذه المعركة ما بين إسرائيل وحماس، ولكن تحديدا في البداية إقليميا ودوليا في حسابات الربح والخسارة من الرابح ومن الخاسر؟ يعني هنا أقتبس لك عبارة من دول اقتوت بنار الحرب، حينما سئل كبار القادة العسكريين لأحد الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية قيل له من المنتصر ومن الخاسر، أجابهم بعبارة رائعة جدا، قال لهم الحرب كطاولة القمار، الرابح فيها خاسر والخاسر فيها خاسر، وبالتالي نحن نتحدث عن أرواح بشرية تزهق في هذا الموضوع، وبعد ذلك أكيد سيجلس المتحاربين والمتقاتلين بعد أن يكونوا شيعوا جثمان قتلاهم إلى مقابرهم سيجلسون للتفاوض، وبالتالي سيكون نحن نتحدث عن جيوش من الأرامل والأيتام، بنية تحتية مهدمة، قرارات مستقبلية ما بعد الحرب تنهي إلى أزمات أكبر. وبالتالي دعونا نذكر هنا مسألة أساسية في هذا الموضوع، التأثيرات ستكون على الدول الأكثر ضعفا التي تكاد تكون في قلب المعركة وهي ليس لها طائلا فيها، ولكن القرارات تتخذ فيها من قبل بعض الأطراف بلحظة انفعالية دون قراءة مستقبلية في هذا الموضوع.
نعم أستاذ العلوم السياسية عصام الفيلي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.